السلام عليكم ورحمه الله، ما زالت الحرب الاسرائيليه الامريكيه على غزه وعلى فلسطين مستمره. ونحن عندما نقول بانها حرب اسرائيليه امريكيه لان امريكا اوضحت بما لا يدع مجالا للشك بانها منخرطه مباشره في هذه الحرب، ترسل قوات، ترسل جنود، ترسل بوارج، لأول مرة بتاريخ أمريكا تفعل هذه الأفعال لتبرهن أنها هي وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. وأنا أقول بإذن الله تعالى بأن هذه الحرب الوحشية الدنيئة التي تشنها أمريكا وإسرائيل على أهلنا في غزة وفي فلسطين إن شاء الله ستكون علامة قرب نهاية إسرائيل والولايات المتحدة لماذا؟ نتعلم من التاريخ إخوتي في الله كلنا يتذكر الاتحاد السوفيتي الذي جثم على صدر البشرية أكثر من سبعين عاما متى كانت نهايته؟ فقط بعد عامين من انتهاء الغزو الوحشي الهمجي على أفغانستان لمدة عشرة أعوام ارتكبت فيها الاتحاد السوفيتي الملحد الشيوعي كل انواع الجرائم ضد اهلنا في افغانستان. لم يمضي عامان بعد انتهاء هذه الحرب بالهزيمه المذله للاتحاد السوفيتي الا وانتهى هذا الغول الشيوعي الملحد الذي اذى العالم كله. اكثر يعني يقدر بحوالي من 75 ألف إلى 90 ألف قتيل أفغاني من المقاتلين يرحمهم الله. وبين المدنيين يقدر بين 850 ألف إلى مليون ونصف المليون قتيل بين المدنيين الأفغان يرحمهم الله. حرب وحشية، همجية، لكنها بفضل الله انتهت. بهزيمة الاتحاد السوفيتي المذلة خرجوا خائبين مدحورين من أفغانستان المسلمة بفضل الله ثم بعد عامين فقط انتهت هذه الدولة العملاقة التي كانت تمتد على مساحة حوالي 22 مليون و400 ألف كيلومتر مربع تخيلوا روسيا اللي هي اكبر دوله في العالم اليوم مساحه اليوم مساحتها حوالي 17 مليون كيلومتر اما هذا الاتحاد السوفيتي كان مساحته 22 مليون 400 الف كيلومتر مربع وعدد سكانه كان حوالي 300 مليون نسمه انتهى بفضل الله هذا الاتحاد السوفيتي الظالم الغاشم بقوه الله عندما بلغ ظلمه أبشع مدى في أفغانستان لذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل شبح الولايات المتحدة الظالمة الغاشمة بعد أن وصل ظلمها مع إسرائيل ربيبتها في غزة كل هذا الظلم وكل هذه الوحشية لغاية فقط قبل أربع أيام تجاوز عدد قتلانا يرحمه الله نحسبهم إن شاء الله من الشهداء أكثر من 11 ألف إنسان قتلوا لا نحسبهم قتلوا إلا أن يقولوا ربنا الله فقط لأنهم مسلمون يناوئون اليهود المجرمين الكفرة ومن وراءهم من الأمريكان هذه الحرب الوحشية التي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف طفل بريء لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله الاعتداء على المستشفيات عندما قصفوا المستشفى المعمداني خرجت اسرائيل بكذبه ان منظمه الجهاد سرايا القدس هي التي قصفت ثم ارتد هذا الصاروخ على المستشفى المعمداني ثم باتوا يقصفون كل مستشفيات غزه مستشفى الشفاء اقتحموه مرتين يوم امس مستشفى الاردني مستشفى الاندونيسي لم يتركوا مستشفى الا واقتحموه ودنسوه واعتدوا عليه وفي الضفه ايضا يعتدون على المستشفيات، لم يتركوا كنيسه ولا مسجدا ولا مكانا امنا الا دنسوه بهمجيتهم وببربريتهم وبإجرامهم اسرائيل ومن ورائها من ورائها امريكا. عندما يبلغ ظلم الظالم أبلغ مدى اعلم بأنه قد اقتربت نهايته هكذا تعلمنا من التاريخ والله سبحانه وتعالى قادر على أمريكا وإسرائيل وقد أهلك من قبلهم من هو أشد منهم قوة الاتحاد السوفيتي وأهلك من قبلهم أيضا عادن الأولى وثمود فما أبقى لكن هذا الظلم الوحشي الهمجي الذي تمارسه اسرائيل وحليفتها امريكا بسلاح واحد وبكلمه واحده ان شاء الله هو علامه يا اخواني وبشاره باذن الله على قرب نهايه هاتين الدولتين الظالمتين باذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصره من يشاء اللهم احفظ وانصر غزه وفلسطين وامه الاسلام اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانصر من اتبع هداه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته